إذاعة سلطنة عمان، كتاب المستقبل، برنامج يبرز المواهب الشابة في مجال الكتابة، يقترب منهم، يتعرف على تفاصيل كتابتهم ونستمتع بنصوصهم. إعداد وتقديم محمد الرواحي، إخراج مريم العجيلية. كتاب المستقبل. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم. الكتابة هي متنفس الإنسان عندما يود أن يعبر عما يحمل بذاته من عواطف وأحاسيس. الكتابة فن لصياغة الكلمة، ولا تصبح إبداعا إلا إذا انطبعت بروح الكاتب فتلمس قلب القاري وتنير عقله. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بالخير والمسرات، وأهلا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامج كتاب المستقبل. في كل حلقة من حلقات البرنامج سنستضيف موهبة شابة في مجال الكتابة وفي مختلف الفنون الأدبية، نقترب منها، نبحر في تفاصيل كتابتها ونستمتع بنصوصها. في البداية نقول لكم: ما خط قلم على ورقة ولا ضربت ريشة في لوحة فجعلت من صاحبها مبدعا إلا ومن ورائه أب أو أم أو من قام مقامهما ففجر تلك الطاقة الكامنة في نفسه منذ الصغر. فالموهبة كالنبتة أو البرعم الصغير الذي ينمو إذا ما تناولناه بالرعاية والسقاية. فأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج كتاب المستقبل. هناك الناية معزوفا على أفواه من سعلوا، وتصرخ بي وريقاتي وأسألها وما العمل؟ طقوس الحب ترفضني وأشعاري تمزقني، وقرص البدر في ليل الشتاء بالكاد يكتمل. ستنسجني العناكب في زوايا سقف منزلنا، وتعكسني المرايا في الشوارع حين أشتعل. سأبقى في جفون حبيبتي لونا رماديا به متمرد أهذي، ويجري في دم الخجل. على عودي سأعزفهم محال يرشف ندمي، إذا أسراي قد فاءوا فلا هم ولا وجل. ترفق بالذين هنا فقلبي فيه أزمنة، وقرآن على آياته تتعاقب الرسل. دع العذراء نائمة فما شفتاي حاضرة، لتحيي من تنام على وساداتي بي القبل. أجدد عشقها في كل ثانية وتسألني: متى يا أيها المجنون قد يحيا بك الأمل؟ متى يحيا بي الأمل؟ متى يحيا بي الأمل؟ سليمان وخاتمه يصب الزيت فوق دمي، وموسى أيقظ الأموات مذ ألقى عصا تفمي. وعذراء على أرض المغول تهز راياتي، وبين الجد والكسل يعيش أنا. تبعثرني كأمطار ولا ترجو شموع يدي، كأن الدفء مخزون على خطوات من رحلوا. وآه آه سيدتي، ألم أهذي بمن رحلت؟ فكان الصمت بي سكنا وظل البوح يشتعل، ولم يدرون من قرأوا بأن النور حول يدي ملائكة وأجنحة، ويبدو خلفها زحل. وتسألني متى تكبر؟ معاذ الله لن أكبر. مرحبا بكم مستمعينا، عدنا لكم من جديد. استمعنا قبل قليل لنص شعري، كان النص الشعري لضيف حلقة اليوم من كتاب المستقبل. من خلال القصيدة التي ألقاها ضيف الحلقة يتبين لنا أن ضيفنا كاتب في الشعر الفصيح. ضيفنا يكتب لأن الكتابة حياة وأمل، يكتب لأنه يؤمن بأن هناك على الطرف الآخر من يقرأ. نرحب بالموهبة الشاعر عامر بن محمد الكويلي. مرحبا بك عامر معنا في برنامج كتاب المستقبل. أهلا وسهلا فيك أخ محمد. أهلا بك. في البداية عامر، نود نتعرف مع المستمع الكريم عن بداياتك في الكتابة، متى وكيف اكتشفت هذه الموهبة؟ طبعا بدايتي في الكتابة كانت قبل سنتين من الآن. اكتشفت هذه الموهبة في جامعة نزوة، وتم صقلها من هناك إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. جميل. بما أننا نتحدث عن البدايات، هل تذكر أول قصيدة كتبتها؟ وهل ممكن أن نستمع لمطلعها أو مجموعة أبيات منها؟ أذكر قصة القصيدة، لكن كأبيات للأسف ما عندي فكرة عنها، ما أذكر بها شيء. نعم. لكن هي قصيدة بسيطة جدا وبداية ضعيفة جدا وركيكة، قد تكون لا تستحق أيضا أنها تسجل. نعم.
لكن قصتها كانت راسخة في عقلي للآن. قصة نفس الشيء بسيطة وقد لا تختلف عن قصص البقية، بقية الشعراء اللي بدأوا في الكتابة. ممكن نسمع هذه القصة؟ هذه القصة طبعا سعيدة بالنسبة لي، في نفس الوقت كانت ذكرى جميلة. هي بدايتها في إحدى الفصول في جامعة نزوة. نعم. كنت أنا في الفاونديشن الفصل الأول. القصة كانت موضوع الدكتور طرحه، اللي هو موضوع الرياضة. احنا كنا نتعلم اللغة الإنجليزية في البداية بما أنه فاونديشن، فكانت السبجكت مال أو الموضوع اللي لهذه المحاضرة كان الرياضة سبورتس. فكان هو الدكتور نفسه يتكلم عن الرياضات بشكل عام والرياضات المتوفرة هنا في عمان، لأنه هو الدكتور أجنبي كان. نعم. فكان قال نحن جميعنا في عمان نستطيع أن نمارس كل الرياضات الموجودة في العالم ما عدا رياضة الباسكتبول اللي هي السلة. نعم. لأن معانا بنت هنا قصيرة جدا فما تصلحها. نعم. فكان الصف في حالة هيجان وضحك إلا تلك الفتاة. نعم. كانت جد حزينة ووجه مجهم، ف أنا لاحظت عليها التجهم والحزن. فسبحان الله، أول ما خرجت من الفصل بتلقائية مسكت القلم والأوراق وبدأت أكتب. في اليوم الثاني وضعتها تحت الدرج وكانت سلوان لها. ما شاء الله. إذن هذه هي بداياتك في كتابة القصيدة الشعرية. نعم، هذه كانت البداية. جميل جدا. طبعا عامر، هنالك فارق واضح بين القصيدة التي استمعنا لها في الفاصل والقصيدة، طبعا أول قصيدة لك كتبتها وأصبحت تجربتك الشعرية ناضجة. كيف عمل عامر الكويلي على تنمية وتطوير هذه الموهبة؟ طبعا في البداية أنت الفرق أنك تعرف أن عندك موهبة معينة وكيف تسقلها، أنت ما تكتشف هذا الشيء، بس مجرد أنك يعني تبرز اللي داخلك لمدة تقريبا 5 دقائق أو نصف ساعة. نعم. وبعد هذا يأتي العامل الرباني طبعا، اللي هو يرسل لك عدة أشخاص أو مجموعة تحب أنها تستمع لك أو بالغلط تستمع لك، فيكون التحفيز. ومن بعد هذا التحفيز أنت تكتشف أن أنت خلاص خلفك جمهور يستمع أو جمهور ينتظر، فتلقائي سبحان الله تعمل على أنك تطور نفسك. عامر الكويلي طور نفسه طبعا من خلال القراءة، ومن خلال قراءة للفحول ومعرفة قصص القصائد. القراءة هي الدور الأساسي اللي طور عامر الكويلي إلى أن وصل إلى الآن. جميل. يعني التطوير هو تطوير ذاتي، عامر الكويلي طور نفسه بنفسه ليصبح شاعرا. نعم، ما كان خلفي أي شخص. جميل. طبعا عامر من طبيعة الكاتب عامة والشاعر خاصة في البدايات يتأثر بمجموعة من الشعراء ويحاول أن يقلدهم. بمن تأثر عامر الكويلي في بداياته ولمن تقرأ هذه الفترة؟ في البداية أنا تأثرت حقيقة بالشاعرين، الشاعر الأول مجنون ليلى وبديوانه الجميل وقصته الحزينة، ومن ثم نفس الشيء تأثرت بالشاعر غازي القصيبي، القصائد الفصيحة الجميلة، الصوت الهادي، العذب، هو اللي تأثرت فيه حتى بطريقة الإلقاء أعتقد. وهل تعمل على حفظ قصائد هؤلاء الشعراء؟ نعم، وأحاول أقلدهم بين فترة وفترة. تقلدهم كإلقاء أو كقصائد أو في الكتابة القصيدة؟ لا طبعا، أنا ما سمعت مجنون ليلى، لكن بأسلوب السرد نعم حاولت أقلده. مثلا القصيدة التي ألقاها اللي هي وما حب الديار شغفنا قلبي، قصيدة جميلة وحاولت أقلدها وفشلت طبعا. لكن غازي القصيبي ما قلدت أساسا في طريقة الكتابة، لأن أسلوبه هو فريد خاص فيه، لكن حاولت أقلده بأسلوب إلقاء اللي هو الإلقاء الهادي العذب اللي يدخل القلب دون استئذان. نعم طبعا، تذكرت كلمة فشل، هو ليس فشل وإنما هي تجربة جرتك إلى تجارب أفضل وأحسن. مستمعين الأكارم في توق لسماع نص من نصوص عامر الكويلي، وكما يقال مدام الشعر حاضرا بيننا فلزاما علينا أن نقلل من الحوار ونستمتع بالكلام الموزون. أهذي لكم، أهذي لكم، قد جردتني عن كتابات الهوى تلك الصغيرة، كانت هناك وغادرت، لم يبق منها غير رائحة الفراغ. أشكي لكم، ما عاد لي بين البداية والنهاية غير أجفان الحكاية، مطر وقرص الشمس يعكسه على تلك المرايا، والنوايا طفلة حملت هدايا،
كلما انعكس الضياء بخدها سقطت نقود من يدي وتنهدت تلك الفقيرة. أحكي لكم، نزل الشتاء على القرى، هبط الظلام على الأنام، الكل في الطرقات يبدأ بالسعال. أنثى أراها تسرق الخطوات يبلعها الظلام، كسرت طقوس مدينتي وتمردت وتحررت، همست له ناء بها العشق الحزين وليس يسمع ما تقول. همست له هو ها هنالك حول تلك النار يعبث بالدخان، هو شارد جسد وروح نائمة لا ليس يسمع صوتها حتى وإن صرخت له. أبكي لكم، نار بصدري ليس يطفئها البرد، جثث أرى الموت الشريد يقودها نحو المقابر، وأنين أم يائسة، وغفاء عين عابسة، وغناء محروم يدق مفاتن الرحمن حينا بعد حين. ألقي لكم، عزفي بلا لحن سرى، وقصائدي شيء قديم، وجميع قولي في الهوى كذب وشيطان رجيم. أمضي بأرصفة الدنا وأكفكف الدمع الأليم، وأرى الحياة ولا أرى في عينها شيء عظيم، يتحدثون عن الزنا وأنا بمحرابي أقيم، لا أرتجي إلا الرضا من كف رحمن رحيم. جميل عامر، تملك مفردات جميلة ونفس شعري طويل، أيضا ما يميزك أنك تملك قدرة في الإلقاء، ويساعدك هذا على الحضور والانتشار بإذن الله تعالى. بعض أصدقائك يشبهون إلقائك الشعري بالشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، هل وصلت لديك هذه المعلومة منهم؟ نعم، في الحقيقة سمعت هذه واجد أكثر من مرة. نعم، لي الشرف أن أشبه بتميم البرغوثي، شاعر فلسطيني كبير. نعم، بالفعل أنا أسمع لتميم البرغوثي، وفي جامعة نزوة سوينا أوبريت من قبل لقصيدة في القدس، فأنا ألقيت لها مقطع، فحاولت أني أقلد لكن بأسلوبي، يعني شيء أضيف شوي من أسلوبي. جميل جميل عامر. عامر طبعا أنت شاعر فصيح، هل لك علاقة ببقية الفنون الأدبية، وهل تجد نفسك فيها قارئ أو كاتب؟ نعم، أنا شاعر فصيح، هذا اللي يعرفون الناس، لكن نعم، في أشخاص يعرفوا أني أنا أكتب النبطي، القصائد النبطية سواء الحرة أو العمودية، ونفس الشيء أكتب القصص والخواطر اللي قد تساعد المبتدئين في الكتابة. نعم، نتكلم عن القراءة ودور القراءة في تطوير الكاتب، يقال أن القراءة عامل مهم في تطوير الكاتب، ما رأيك في هذه المقولة؟ بالفعل أنا أيد تماما هذه العبارة، لأن الشاعر أساسا بعد مدة إذا كان بس يكتب راح يلاحظ أنه هو يكرر نفسه، يكرر المصطلحات اللي يكتبها ونفس الأفكار، بس مجرد أنه يمكن التغيير في الكلمة أو الحرف أو حرف الروي، لكن كفكرة تبقى نفس الفكرة ونفس الصور تتشابه وتتكرر، هذا بدون القراءة. لكن هذه تنعدم وتتلاشى مع كثرة القراءة، وطبعا ليس القراءة مثلا أنت في مجالك مثلا شاعر تقرأ للشعراء، لا، هناك مجالات أخرى وآداب أخرى، وليس يجب أن تقرأ فقط للأدب العربي أو الأدب القديم للعصر العباسي، لا، هناك ثقافات أخرى نحن نستحق من التأمل والقراءة، مثل الأدب الروسي، أدب جميل جدا، والأدب الإنجليزي والإسكتلندي، يعني فيه نصوص وشعراء ممتازين، ونفس الشيء القصص المعربة اللي ترجمت لنا أشياء جميلة، وقد تساعد وقد تعطيك مساحة وتنطلق منها ومجال ومدى كذا حول نفسك أنك تبدع في الكتابة. طبعا هي القراءة عامر هي مخزون لفظي للكاتب، وأيضا لابد الكاتب الجيد لابد أن يكون قارئ جيد. أيضا من العوامل التي تساعد الكاتب في تنمية وتطوير موهبته في أي مجال اطلاع تجربته على من سبقوه ليبين له الجيد من الرديء، ويستفيد من تجربته في المسار الصحيح. كتاب المستقبل ستكون له فقرة بعنوان خذ بيدي، نتواصل فيها مع الشعراء والكتاب والأدباء ليقتربوا من تجارب المواهب التي ستشارك معنا ويوجهوهم في المسار الصحيح. في حلقة اليوم سيكون معنا الشاعر طلال نوتكي ليتحدث عن نصوص وشاعرية عامر الكويلي.
في حلقة اليوم سيكون معنا الشاعر طلال النوتكي ليتحدث عن نصوص وشاعرية عامر الكويلي. مرحبا بك أستاذ طلال معنا في برنامج كتاب المستقبل. أهلا بكم أستاذ محمد، حياكم الله. حياك معنا أستاذ طلال. خلال إعداد الحلقة أرسلت لك مجموعة من نصوص عامر الكويلي، ماذا تود أن تقول لعامر الكويلي بعد قراءتك لنصوصه؟ والله في البداية أود أن أشكرك على الإضافة، ثم أشكر الشاعر الجميل عامر الكويلي على كل الجمال الذي كتبه والجمال الذي أرسلته. إذا تكلمنا عن الشاعر وعن شاعريته وتطفلنا عليه قليلا، فإني أريد أن أقول أن شاعر حقيقة متمكن ومبدع وخلاق، وخرج بصوته الخاص في قصيدته، وأظن أنه يستطيع أن يقول ما يريد أن يقول ببساطة وعفوية وانسياب. وأيضا من خلال اطلاعي على النصوص وقراءتي للنصوص، أظن أنه يحاول دائما أن يوظف قراءته واطلاعه في نصوصه. أيضا يعرف كيف يباغت القارئ ويفشل في مواضع كثيرة. أيضا من الأشياء الجميلة التي عجبتني هي تنوع في الأساليب التي يستخدمها عامر، فتراه ينتقل بين أساليب الجمل الاسمية والجمل الفعلية، ثم أساليب الاستفهام وأساليب التعجب والأساليب اللغوية الأخرى الجميلة، مما يضفي جمالا على نص وحركية في النص. أيضا يستطيع أن يأخذ في المتلقي ويمسكه من بداية النص إلى آخره. كل هذا الأشياء الجميلة إضافة للنفس الطويل الذي يمتلكه عامر، يعني أظن القصائد التي أرسلتها أنت قصائد طويلة تصل إلى عشرات الأبيات، أحيانا قد تصل إلى قرابة 30 أو 40 بيت. أيضا هناك أبيات جميلة وصور جميلة ومبتكرة، إذا أردت أن نستشهد ببعض الأبيات الجميلة في القصائد التي النصوص التي أرسلتها. مثلا يقول في أحد نصوصه، يقول: حنانيك عين الجوع والفقد والظما، تعانق في ألوانها الخير والشر. جميل، صورة جميلة. أيضا يقول: بين الجموع أنا انتفاضة مارج، وينام في كتف العريض الغول. يا سلام. يقول: فاستطردوا النور من بغداد وانتثروا مثل النجوم بأكباد السماوات. هذا من بيت من نص له. وأيضا هذا بيت جميل آخر، يقول: هذا أنا في صدور الخلق محتبس كالسر أله بأفواه الجميلات. يا عيني عليه، جميل يا عمر. يقول: يحوم حولي من الإيحاء أربعة، خاءاتهم تستقي من بئر لاماتي. نعم، هذا البيت وقفت عنده لم أفهمه ولكنه عجبني. يقول: بيت أخير: أدمنتها درجات، كان أولها تكذيب أمي وتصديق افتراضاتي. هذا كله جمال ويعني إبداع ومهارة واحترافية في النظم وفي كتابة الشعرية. نعم، جميل. عامر، عندك تعليق مثلا على الشاعر طلال النوتكي؟ لا، للحقيقة أنا بس حبيت أحييه وأشكره على مداخلته. والأشياء اللي هو اختارها، البيت اللي ما فهمه، هو عجبه بس ما فهمه، هي طبعا هو النسق، يعني اللام وتستقي من الخاء وتستقي من اللامات. هو يعني تصوير وصورة أنا موجودة في بالي انزين لوصف الجثمان طبعا. لكن كطلال أنا أحييك، وسبحان الله الأشياء اللي أنا أحبها في نصوصه واخترها، ما شاء الله، سبحان الله. هذا دليل يمكن على أن نفس الذوق. ما شاء الله، ما شاء الله. طلال، كلمة أخيرة ممكن أن نقولها للمبتدئين في مجال الشعر، كلمة بسيطة؟ والله إذا طلبت مني كلمة بسيطة للمبتدئين، فإني لن أستطيع أن أقول أمام عامر يعني كلمة بسيطة للمبتدئين، لكن كلمة بسيطة في إطار النصوص التي أرسلتها، هي أن على الشاعر دائما أن يراعي الدقة في الألفاظ. أولا يراعي وضوح الفكرة عنده، يعني في الكلام الذي يريد أن يقول لابد أن يكون واضحا لديه هو، حتى يكون واضحا لدى المتلقي أيضا. ثم أظن أنه عمر يحتاج يعني بعض الشيء لأن يركز على معاني الألفاظ. أحيانا يعني معاني الألفاظ، الإيحاءات التي تحملها الألفاظ، لابد أن تكون دقيقة. فمثلا مثال وحيد، سأذكر مثالا واحدا من نصوص عامر. يقول مثلا: حنانيك ما نفع النقود، ونحن في ظلام مقيت لا يحيط بنا فجر. لا يحيط بنا فجر، لو نظرت إلى كلمة يحيط، يعني فجر يحيط، يعني صورة غير 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 متلائمة مع بعضها من وجهة نظري كمتلقي وكمتذوق للشعر.
فلابد أن تكون بدل كلمة يحيط كلمة تحمل إيحاء يعني يشي بالفقر أو يستشف ملامح الفقر أو يجمل الصورة أحسن ويضيفها ويجعلها أكثر جمالا ورونقا. نعم. هذه الملاحظة ربما الوحيدة. نعم. لضيق الوقت. شكرا شكرا. أريد أن أقولها لعمر. أحسنت، شكرا لك شاعرنا الجميل طلال النوتكي أن منحتنا بعضا من وقتك في البرنامج وما قبل البرنامج عند قراءتك للنصوص، شكرا لك. لكم جزيل الشكر أستاذ، حياكم الله. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الشاعر عامر الكويلي، الشاعر الجميل القريب من الروح الشعرية دائما، شاعر جميل متفرد في كل شيء، قريب من كل شيء، شاعر الحب والوطن والإنسانية، شاعر المناسبات الاجتماعية، وشاعر في المواقف اليومية كذلك. تعجبني روحه الشعرية كثيرا، وهو الشخص التوأم القريب من كل قصائدي. تعجبني مفرداته، تعجبني معانيه الشعرية كذلك. عامر الكويلي هو الأخ الذي لم تلده أمي، دائما ما تعمد الغياب من أجل كتابة قصيدة نتشارك فيها الحب والمعنى. أتمنى أن يكون قريبا من حروفي البسيطة هذه دائما. مودتي له بحجم ذلك الحب في ليلى. عامر الكويلي شاعر نهجه في هندسة الحروف يجعله جدا مختلف، جميل أنت في كل قصيدة يا عامر، متيقنة بأنك ستصبح كما سعيت أن تكون، من أجمل المنافسين لي كنت ذات يوم، فخورة بك وبكل عمل تشاركنا لحظات نجاحه، دمت يا قيصر الحرف متربعا على عرش قوافيك، واعلم بأنني من أوائل قرائك ومتابعيك، وأنتظر بكل شغف ديوانك المقروء أو المسموع. عدنا إليكم مستمعين الأكارم من جديد وبرنامج كتاب المستقبل وضيف حلقتنا الموهبة الشعرية عامر الكويلي. في الفاصل استمعنا لرسائل صوتية وهي كلمات من القلب لبعض أصدقائك يقظان الشيمي ورقية ناصر، ماذا تقول لهم؟ أنا أحب أشكرهم جدا، لأن يقظان الشيمي ورقية ريامية لهم أثر كبير، لهم أثر كبير جدا في فيني وفي طريقتي في الكتابة، وهم أثروا بشكل كبير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيهم، فشكرا جزيلا لهم. جميل. عامر، ننتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أصبح انتشار الشاعر سهلا وميسرا، هل تحرص أن تكون موجود فيها، وهل تحرص على تسجيل قصائدك صوتيا أو تصويرها فيديو أو الاكتفاء بالكتابة فقط؟ نعم، وسائل التواصل مهمة جدا خاصة في هذا العصر، وصار موضوعها سلس وبسيط. نعم، أنا أحرص أني أكون متواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس باسمي عامر الكويلي، راح تكون أكيد بشخصية مبهمة أو كذا. من شان الناس يعني، أو على الأقل هيش أقول لك يعني، هنا أنا أرى أن هنا يعني ظهورك في وسائل التواصل الاجتماعي بلقب أو بالغير الاسم الحقيقي يدل على ضعف في كتابات عامر الكويلي. الظاهر ما سمعنا وما قرأنا، عامر الكويلي يتميز بشاعرية جميلة، يملك موهبة شعرية جميلة، فلا بد أن يظهر. نعم، لكن أنا أطمح دائما إلى أني أكسب الجمهور من غير ما يعرف شخصي ومن أكون أنا، فيمكن الحروف هي تكون الملاذ ان الناس تعرفني، ومن ثم وش المانع ان ادلي باسمي طبعا في المستقبل. نعم عامر، نتمنى لك ان تكون شاعرا له حضوره في الساحة الشعرية. مستمعين الاكارم، دائما هي الاوقات الجميلة تمر سريعا، ودقائقنا مع عامر الكويلي كانت جميلة، لهذا انقضت ومرت سريعا. شكرا عامر لحضورك معنا، شكرا لإمتاعك الشعري، نتمنى لك كل التوفيق في قادم الأيام. نتمنى أن تكون هذه الحلقة هي نقطة الانطلاق والحضور في الساحة الشعرية لعامر الكويلي.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على هذه الاستضافة. ومستمعين الأكارم، بهذا نختم هذه الحلقة، لنلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب المستقبل. كتاب المستقبل، إعداد وتقديم محمد الرواحي، إخراج مريم العجيريه.